أهلين سارة، تمام؟ أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ كله تمام. شو أخبارك أنت؟ تمام الحمد لله. عارفة حالك ليش جاي هون اليوم؟ حكولي بدك تدربيني اليوم لعبتك جودو، صح؟ صح. شو بتعرف عن الجودو طيب؟ بعرف إنه أصلها ياباني. مزبوط. بعرف إنه هي أحد الألعاب القتالية اللي هدفها الدفاع عن النفس. صح. ما بعرف كثير، بس بعرف إنه ممكن نمسك ببعض هلا وهيك. خلص تمام. اليوم ان شاء الله انا راح اعلمك عن الجودو. يعني هي لعبه بتعتمد فيها مهارات، فيها حركات، يعني اكثر من تكنيك. ان شاء الله اليوم بعلمك منهم وبتطلع من هون خاص لعبه جودو يعني. يلا بس بدون ما اغلبك. لا ان شاء الله. كيفك هديل؟ تمام. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. شو كنا عندك هلا دورك تتعلمي عنا؟ شايفه دوري. متحمسه؟ كثير. احكي لي ليش بتعرفي عن اللعبه؟ بعرف عن اللعبة أول شيء إنها لعبة جماعية، وبعرف إنها فريقين بيكونوا ضد بعض، وبنتهي الفوز بتسجيل نقاط معينة، بس ما بعرف صراحة قد إيه النقاط يعني. ويعني أوكي، هلا بنحكي أكثر عن اللعبة. هلا بالنسبة لأدوات الجودو عنا، إحنا أدوات الجودو مش يعني أدوات بسيطة، مش كتير أهم فيها اللي هي بدلة الجودو. زي ما أنت شايفة أول شيء الجاكيت. طبعا الجاكيت تاع الجودو لازم يكون يعني ماشته كتير قاسي، لأنه احنا في لعبتنا فيها شد ومسك، فاذا كانت انه مش جامده البدله ممكن تلمزع. مبين تقيل. وفي عندنا كمان البنطلون الجودو اللي هي تكمله البدله يعني. وفي عندنا كمان الحزام. هلا بالنسبه للحزام بتدرج، يعني ممكن اللاعب اللي بيجي جديد على الجودو بيكون معه بيعطوه حزام ابيض، بعدين اصفر، بعدين اورنج، وصولا للاسود. وبالنسبه للمكان اللعب اللي بنلعب فيه، زي ما انت شايفه البساط يعني اصفر واحمر، احنا مكان ومساحه البساط 16 ب 16، لعبنا اغلبيته بيكون جوا الاصفر، يعني ممنوع تطلعي برا الاصفر لانه بتاخذي انذارات اذا طلعتي اكثر من مره. ومساحه اللعب جوا اللي هي جوا الاصفر 8 في 8. وهي هي ادواتنا، وهلا ان شاء الله بنشوف نعطيك اساسيات وتتعلمك كم من شغله في الجودو. هلا بدي احكي لك شوي عن الادوات اللي بنستخدمها خلال هاي اللعبه. اول شيء عندنا الزيتان، بنلبس نصكم مع شورت واللي بيكون مكتوب عليهم ارقامنا. في عندنا الاحمر والابيض حسب القرعه كل فريق شو بيلبس. عندنا الحارس بيلبس كم مع بنطلون كامل عشان بتصدى الضربات. عندنا الشوز، لازم يكون ماسك عندنا شوز معين عشان بيمسك الاجر، له ارضيه معينه على الارض عشان ما تزحلق. بالضبط 100%. عندنا الطابه اللي بنلعب فيها زي ما انت شايفه هيك، بتفرق حجمها بين الرجال والبنات. يعني بتختلف الطابة اللي بتلعب فيها انتو عن طابة اللي بتلعب فيها؟ لانه احنا سايزها 2، هم سايزهم 3، طابتنا اصغر من طابتهم. فهلا صرتي تعرف الادوات اللي بنستخدمها في اللعبة، فخلينا نتعلم شوي شوي من الاساسيات. يلا. ايش لابس البدلة؟ اخذت اسود من اولها. شفتي حلو علي؟ شخصية. طيب جينا اليوم عشان ابلش اعلمك شويه يعني حركات عن الجودو واعرفك عن الجودو اكثر. هلا بدايه الجودو عندنا اول شيء فيها الوقفه تاعتنا او التحيه، احنا بنحكي لها. هلا رجليك المفروض 7 هون بالضبط، وايديكي هون. هلا التحيه هون بالضبط. هلا هاي حيينا، بيحكي مثلا الحكم انه هجمه بدايه لعب، مفروض تطلعي شمال يمين، انت هيك مستعده شمال يمين بالضبط. اوكي. هلا بتبلش اللعب، طبعا بتطلع رجلك الشمال هون مع ايدك اليمين عشان بدايه دخول الحركات. انا بدي امسكك وابلش ادخل حركات. تفرق شمال يمين او يمين شمال؟ هلا حسب اللاعب ايش بيلعب. اذا انا بلعب شمال بقدم الشمال مع ايدي الشمال. اذا بلعب يمين رجلي اليمين مع ايدي اليمين هون. يعني هاي وقفتنا تاعت اللعب، انا خلص هون انا جاهزه. اوكي فهمتي كيف؟ هلا بالنسبه للمسكه، المسكه تاعتنا بتكون تمسكي الياقه، هاي واحد، واثنين تمسكي الكم، وانت نفس الشيء امسكي الياقه. لا تمسكي الياقه هيك هون. هاي لا هون. بالضبط. اوكي معكم. هاي المسكه تاعتنا. تمام. هلا بدي اعطيكي حركه من حركات الجودو وبعدين تطبقيها تفرجيني اياها. طيب ماشي. هلا احنا ماسكين هون، شوفي كيف بقدم رجلي اليمين هون، يمين اسمها اوغوشي طبعا الحركه اللي هي حركه من حركات الخصر يعني الوسط، يمين بعدين برجع شمال ايدي هاي على خصرها بلف هون. بس سهله. اوكي جربي. سهلة إلك. جربي. طيب هاي مسكتك هيك يمين، جيب اجر اليمين بالضبط شمال. احسن مني طبقتيها. احسن مني طبعا عملتيها هيك صح؟ ممتاز. صح. هلا وفي عندنا حركات ارضي، احنا بنلعب فوق بنلعب تحت. اوكي
هلا حركات ارضي في عندنا عندنا كسر، عندنا تثبيت، تعطيكي وحده منهم اللي هي الكسر. اوكي تمام. هلا الكسر لا لا مش حكسرك. هلا الكسر نامي انت على ظهرك. ايوه هيك. هلا الكسر باخذ اللاعب هون ووجهك لهناك. اوكي وهون برفع وسطي شوي لفوق هون. اوكي طبعا اللاعب بيستسلم لازم تطبلي مرتين بالضبط، مرتين يا بنت الحلال طبلتي ألف. بس هاي هي من الحركات الأرضي وبس، هدول يعني من بعض الحركات الجودو لأنه طبعا لسه الجودو كتير مليان حركات. وكيف شفتي يوم طيب الحركات؟ احكي لي رأيك. والله حلوين عجبوك يعني؟ اطبقهم اليوم مع صحباتي اشوف اذا خلص. خذ راحتك. تمام. حكينا عن الادوات المستخدمه في لعبه كره اليد، هلا بدنا نحكي عن شويه اساسيات ومهارات علمك اياها. هلا اول شيء عندنا ملعب كره اليد طوله 40 متر. تمام. وانتبهت انه في مقسم للونين اصفر وازرق، ايش المنطقه الصفراء؟ المنطقه الصفراء هي طولها 6 متر مخصصه بس للحارس، ممنوع حد من الفريقين يفوت عليها، بس للحارس لازم يكون فيها. الفريقين ما ولا واحد فيهم يدخل عليه. لا المعنى ولا اللي ضدنا. تمام. هلا بدي احكي لك كمان شغله، احنا بنكون 6 لاعبين مع حارس رقم 7. يعني في عندنا جناحين جاردين واللاعب ده وصانع العاب. تمام. هلا بدي احكي لك شوي عن المهارات كره اليد. اول مهاره عندنا اياها الدريبل. احنا لعبه جماعيه فمن بدنا نتحرك بالملعب فلازم نستخدم الدريبل. ما بصير لازم الدريبل يكون بكف ايدك. هون. ايوه هون. ايوه تمام. عندنا كمان مهاره اللي هي التمرير. انا عشان نشارك الطابه بيني وبينك اوكي لازم نكون مثلا انا بدي اعطيك الطابه لازم تكون التمريره لعندك. هلا لما نمرر بتكون اجر قدام وايدنا ورا، الاجر العكس وبعطيك. المفروض هيك امسكها؟ ما بتفرق بايد واحدة. اعطيني اشوف. هون؟ ايوه. وهون؟ العكس، الايد والاجر العكس، يعني انت بتمرري باليمين الاجر الشمال لقدام. هون. ايوه صح. اوكي، عندنا كمان شيء هلا عشان احنا قلنا بدنا ندخل اجوال بالحارس بالفريق اللي ضدنا. فعندنا مهارة التصويب. هلا اول شيء لازم تعرفيه انه احنا عندنا بس 3 خطوات طول ما انت ماسك الطابه، يعني انا عم بعمل دريبل بمشي زي ما بدي، بس لما بدي امسك الطابه معي 3 خطوات. 1 2 3 بعدين لازم اتصرف بالطابه، يا بشوت يا بمرر. اوكي؟ فاول شيء التسديد كيف بيكون؟ انا عم بعمل دريبل 1 2 3 جامب اند شوت. مالك؟ يلا بدك تجربي، هلا دورك تجربي. اوكي 3 خطوات. معك 3 خطوات بعدين جمب شوت. اوكي 1 2 3. كثير منيحه بس هيك كثير منيحه، يعني جاهزه للتحدي. هلا نتحدى بعض. خلص. تمام. يلا ماشي بنشوف مين فوز. تمام. اوكي هلا في عندنا تحدي، راح هذا التحدي انه انت تسجلي علي يا نص نقطه يا نقطه. بدك افوزك يعني. فبدك تحاولي انت ترميني، يعني يا نص نقطة أو نقطة. اوكي. تمام؟ يلا. هلا أول شي تحية. هون. ريا. يلا. يلا حاولي حاولي لسه حاولي. كمان 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 كمان. حاولي. تمام هيك انت فزتي في التحدي. شتار. هيك سجلت. ممتاز. هلا بدي اشرح لك عن التحدي. هلا انا راح اوقف هون دفاع وانت بدك تشوتي 5 شوتات، اذا جبت 2 من اصل 5 تعتبري فايزه. يلا نجرب. تمام. جاهزه؟ جاهزه. يلا نجرب. لازم اجيب 2 من اصل 5. اوكي استني. هاي اول واحدة اوت. هيك لسه ضايل معي 4 فرص. جيب الدنتين. يلا بس منيحة بس بالجول على الجول. يلا استني هون. تفضلي. هي 1 2. يلا واحدة وبفوز صح؟ يلا لا خلص فزت اذا بتجيب الثانيه. يلا
هاي اوت. فوزي ولا لا؟ المفروض يلا ضايل واحدة. حرام يعني. استني واحد. هايها. بس بدك نكملهم؟ ضايل شوت عندي. خذي شوتي اخر شوتي. شوتي يلا. بس لا كويسة طبعا. كويسة كمان. عن اليوم استضفنا لاعبة منتخب كرة اليد سارة. كثير انبسطت صراحة اني عرفتك وان شفتك. انا اكثر اكيد. وتفاجأت صراحة انه في يعني الجامدة وعندها عندك قوة وعندك عصب، يعني كثير تفاجأت بهذا الشيء. وفي عندها امكانية كثير انه عالية تكون لاعبة جودو، واكيد متشرف اذا بتيجي في يوم يعني تتمرني معنا وتكون موجودة معنا في الجودو. اكيد انا كمان صراحة ما بحياتي توقعت انه ممكن اجي واجرب. شكرا كثير لك، علمتيني كثير بسرعة صراحة، كان كثير سهل تتعلميني. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. لو انت كمان تستقبل المعلومه بسرعه كمان وتجيبي بطولات ان شاء الله للاردن. الله يسعدك، وانت كمان ان شاء الله الله يوفقك يعني في مسيرتك الجايه وفي بطولاتك الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك هدير انك اجيتي اليوم تعلمنا شوي بلعبه كره اليد، ان شاء الله تكوني استفدتي. اكيد انبسطت كثير كمان. حبيبتي هذا اهم شيء، وما شاء الله عليكي تعلمتي بسرعه، ايدك ما شاء الله كثير قويه، طبعا هذا شيء كثير مهم باللعبه. بدنا نشكر حارستنا طبعا نجين، ساعدتنا كثير كمان طبعا. بدي اتمنى لك التوفيق بلعبتك. تسلمي وانت كمان موفقه ان شاء الله وباي بطولاتك الجايه. حبيبتي اكيد رح اتابعك طبعا. انا بدي اجي احضرك لازم. خلص ان شاء الله طبعا. ان شاء الله.